الدورة متاع الكاسيت اللي يدور بها الفيلم، هذيك هي الدورة متاع الذكريات، وهذيك هي اللي تحكي له في كل شيء، وهذيك هي اللي فيها الأصوات متاع العبيد اللي أنا انسبيريت منهم الحكاية. دونك كي تتفرج في الفيلم تفهم الانسبيراسيون بازي على تالي 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 حاجة. أنا جيسر وسليتي، غير كملت قرايه في ليزاك، عملت من اللي خديت الباك، وحتى عملت برشا حاجات اللي استقريت في السينما. مجد اشتيحت زاد ضيعت كاسيت كحله حاجتي بيها. كاسيت كحله والله ماني فاهم جاي من اللي واحد من المانيا هو عندك سنين ما فهمتش تعمل بهم الكاساتين. ما تقوليش مسجل الاتليه بتاعهم كذا. هذيك مياده ناحيه بيت شادي مش هادي. هذه هادي مش هادي. اسمعني سوريات انستغرام البنات تبدا مبزه على بيسينات بسترينج وانت ما زلت شادي في الخرد الكاساتين. يا رحت من غادي وخليت الأهل في البلاد فما كان نخرج روحت بيهم قاعدين معايا. الايدي بدات من ما بداتش ايدي في اكس واحد، هي هما برشا افكار ومن بعد تعملوا في هذاك. علاش انا ديما نحكي عن النوسيون تاع الكبسول، معناتها تلموا برشا حاجات في كبسول واحده اللي هي كاسيت. كاسيت هي اول ما بديت الحكايه بديت مقابل في برشا عباد ونمشي لبرشا بقايا في تونس، وكل مره جات بيريود نخرج الشارع نمشي معناتها نبقى في بقايا نعرف نتعرف على العباد ما نعرفهمش قبل، ونحب نسمع حكاياتهم على خاطر العباد اللي تبدا في حاله معينه ما تنجمش تحكيها كل يوم، تحكي حكايتها كان في بقايا معينه في اوقات معينه. دونك انا كنت براتيكمون نمشي للاماكن هذوما وحدي حتى من غير صحابي ونبقى مع عباد نحب نسمع حكايتهم، والعباد ما نعرفهمش وهما ما يعرفونيش وطفى الحكايه غادي. بشوية وليت نحس انه كي ندخل بقاعة هذيك نحس انه وكأنه فما ريكوردينغ، معناها لو فيت كي تدخل تك تحط صوت نتاع مسجلة وتبدا الناس الكل يبدا اللوب نتاع المسجلة يدور، والانسبيراسيون نتاع ال VHS الافلام والكاسيتات اللي سمعت فيها الموسيقى. انا من جينيراسيون الاخرى معناتها 92 انا، دونك خلطت على الكاسيتات والويلكمان وانه يجيك مينام في كاسيت ولا توباك في كاسيت. دونك الانسبيراسيون هي معناتها موجودة على باس، اما وليت في الدنيا على حكايات العباد اللي تشوف فيها وتسمع فيها كل يوم. دونك وليت نخمم انه ميكسي الاصوات هذوما وحكايات الناس هذوما في وسط الكاسيتات اللي انا عشقت بهم الموسيقى معناها واللي حبيت فيهم الافلام زاده. دونك بشويه بديت نكتب في حاجه من معناتها بازيك على الاخر، ما حاولتش نمشي في ديزيكستريم نتاع سينما اكسبيريمونتال اللي انا نحبها ولا نمشي في حاجات فيزويال، لا قررت اني نكتب حاجه عادية معناتها قصة مواطن تونسي في الستين من عمره عادي يعيش عادي على الاخر، عنده اكسبيريونس في بلاد وراوح لبلاده وراوح برشا ذكريات. انا حتى كي عملت اللونسمون تاع الافيش تاع الفيلم كتبت انه الفيلم يدور حول حاجة كيما النوستالجي، معناتها يدور في دائرة متاع ذكريات، معناتها البيرسوناج ما خرجش من دايره نتاع ذكريات. وتصورت ديما انه الدوره نتاع الكاسيت اللي يدور بها الفيلم هذيك هي الدوره نتاع الذكريات، وهذيك هي اللي تحكي له في كل شيء، وهذيك هي اللي فيها الاصوات نتاع العباد اللي انا انسبيريت منهم الحكايه. دونك كي تتفرج في الفيلم تفهم الانسبيراسيون بازي على تالي 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 حاجه. فوالا هو المشكلة في البرودكسيون، خاطر اون فيت في تونس مازلنا ما تصالحناش مع انه لي جون ينجموا يعملوا سينما، مازلنا ديما احنا في تونس نتعاملوا مع السينما وكأنها اكس نتاع ليتراتور ولا عبارة تتقرا في فاكولتي نتاع نوفافريل، يلزم معناتها مازلنا ماناش فارزين البارتي تكنيك والبارتي تيوريك عند كل واحد يحب يعمل سينما. ديما نخموا انه وكانه يلزم يعيش برشا ويلزم يكبر في العمر باش ينجم الدوله تعمل وتعطيه فلوس يعمل فيلم،
اركولي معناتها في الدومين ارتستيك الكل في تونس نشوفوا انه لي جون معناتها في الارشيتكتور في الديزاين في البوزار في السينما وفي الموسيقى كمان في الموسيقى معناتها لي جون الكل طايرين ويعملوا في حاجات تفطق ما فهمتش علاش ديما يحطونا في الكوان تاع مازال بكري ومش توا وفي عقلك ويقولوا لي مازال انت يلزم تكبر باش تنجم تعمل فيلم يبان لي معناها اون فيت بدات تتصلح الحكايه خاطر بداو فما دي حلول اخرى معناتها لي فون اللي ولاو يحلوا على اللي يعطيو لي جون ولي كذا ابارامون فاقوا قبل ما تفيق الدوله التونسيه اللي فما دي جون عندنا في تونس يرعبوا وميم رينا كيفاش البرا لي جون اللي في الدومين ارتستيك في تونس فاش يعملوا وكيفاش معروفين على الشيل انترناسيونال في لي دومين الكل سي معناتها الوقت باش سي بون نخمو فيهم العباد هذوما وكان على النيفو اكاديميك هاو الفاكيت تاع سينما تخرجت برك الله معناها في الـ في الـ في الـ في الاجيال جيل ورا جيل في الدومين هذا كاسيت ماذا بيا اكثر حاجه يمشي لها نحبوا يمشي لبرشا فيستيفالات معناتها انا الفيلم هذايا وكانها كارد ايدنتيتي معناتها ها وين شكون وها وين شنو السينما نحب نعملها وها وين وين النجم نقدم في السينما وها وين الفيزيون بتاعي للحكايات اللي انا نعيشهم وها السورس دانسبيراسيون بتاعي كيفاش نجم نبدلها مع تاثير لو شون براتيك وها وين كيفاش نجم نشوف المشاكل اللي نجم يعيشوهم التوانسه اللي كلنا عايشينهم وها وين كيفاش نجم نوصل وجيعة الراجل ولا وجيعة المراه اللي كلنا نحسوا به كاسيت نورمالمون تنجموا تفرجوا فيه دوبا يرجع جي سي سي ودوبا يحلوا لي سال سينما باش نشوفوا كان فما بوسيبيليتي نجموا ننظموهم مش كان في المويان مش كان كاسيت الافلام تاع البروموسيون الكل كان يرجعوا لي سال سينما وقتها نجموا ننظموا ايفينمون صغير للبروجيكسيون للافلام هذوما الكل خاطر كلهم احلاهم وكل واحد والعالم نتاعو وكل واحد الونيفير نتاعو يظهر لي اكثر بريود كنت خايف منها وكانت محليه ميم طون هي اول ما جا الكوفيد لتونس معناتها اول ما هربنا وسكرنا على رواحنا بقينا في الدار انا واحد من الناس من اول عباد بيت نصلح في برشا حاجات ما كنتش عندي الوقت باش نصلحهم ميم في كيفاش نخمم ميم في كيفاش نحب نعمل ميم في كيفاش باش نقنع المجتمع اللي انا نعيش فيه بسينما اللي انا نحب نعملها رجعت كل شيء فهمت روح جاو دو مومون هكا بتاع خايف شويه بتاع اي سي بون قص القرايه واول ما يتنحى الكوفيد باش نمشي نشوف نقطع نشوف بلاد اخرى ولا اما ديما فما حاجه اي شي باش تعمل لبرا وانت شكون كيفاش باش تقنع لو فيت كنت وانا نمن برشا اللي ما نجمش اقنع في بلاد ولا ما نجمش اقنع في حتى بلاد اخرى اول انسان نحب نشكره هي امي بصراحه خاطر اكثر انسان ملي صغير من ابايا معناتها امي ديما اي حاجه نعملها في مخها هي صحيحه ونحب نشكر مجيد صديقي على الاخر على الاخر على الاخر اكثر واحد كان حامل المشاكل الكل وحامل اللي نتعدى بيه الكل واقف معايا لاخر لحظه نحب نشكر سي لسعد بن عبد الله الشدي العرفاوي اللي ملي قراو السيناريو طول فرحوا انهم يحبوا هما من الاول ملي يعرفوني يحبوا يشوفوا كيفاش انا نجم كيفاش باش نعملها سينما هذه ياسر محليهم نحب نشكر حمزه بوشناق على الموسيقى نتاع الفيلم وعبد الحميد بوشناق بصراحه عباره اخواتي وقفوا معايا وقفه ياسر مانيفيك نحب نشكر الاولاد في ليكيب تكنيك الكل دريس ليث امير الاولاد تاع الصون ديكور نسكل اللي في كاسيت الكل نحب نشكرهم ابا نوب زاده نحب نشكر صحابي اللي 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 معناتها معايا بقلبه رب ولا كيفاه هكا يدزوا فيا للبيه ونحب نشكر الكادر بتاع الاساتذه في ليزاك والمديره بتاع ليزاك اللي بالحق معانا وكانها حارسه على افلامنا اكثر منا بصراحه مش رامي معناتها كلي جونا به معناها فهمتنا شنو نحبوا نعملوا ومعانا في كل شيء بالحق ميرسي والنضال سيرتو النضال